السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي في الباور بروجكت ان انا اقدر انشئ المهام واربط بينهم. اول حاجة اعملها ان انا هبدأ احط اسم المهام فاونديشن واقول له مثلا انها تبدأ في يوم كذا، والديوريشن بتاعته تقدر تكتب مثلا 2 weeks فهو يبدأ يحسبها. ممكن تيجي هنا تقول له مثلا الكولوم وتقول له مثلا الول، تقدر تقول له المهام اللي عندك، وتقدر بقى تحط بقى التواريخ اللي انت عايزها. طيب لو جيت هنا واديته المهمة قلت له مثلا كتبت له الفترة بتاعتها، قلت له ان دي هتبقى 2 weeks ستير، قلت له دي هتبقى 2 weeks، هيبدأ يحسبها وتقدر في اي لحظة ان انت تسحبها وتحطها هنا مثلا او هنا زي ما انت عايز. طيب عايز ابدأ اربط اللينكات، هاجي هنا لحد ما تظهر عندي العلامة ديت وابدأ اسحب واحطها مثلا هنا. وممكن تربطها باكتر من طريقة، ممكن مثلا تيجي هنا وتقول له انا عايز اربطها مثلا من هنا البداية او للنهاية او اكتر من حاجة، مفيش اي مشكلة خالص. ممكن بعد كده تيجي على اللينك نفسه وتدوس عليه على اللينك مرتين فيبدأ يفتح لك بقى اللينك دوت. اللينك طيب ده فينش تو ستارت، لا ده انا عايزها فينش تو فينش، طب انا عايزها ستارت تو فينش، انا عايزها ستارت تو ستارت، وهكذا. الخصائص بتاعتك هل هي كونستراكشن لينك ولا ديزاين ولا نورمال، ولا تقدر تحدد الخصائص زي ما انت عايز، هل هي كريتيكال ولا لا، كل الحاجات دي تقدر تحددها. الستارت والفينش المعلومات، ولو انت عايز تحدد ليد اند لاج تقدر تحدد الفترة مثلا يوم او يومين زي ما انت عايز.